طيب كنت نشرتي هذا المشهد، كنت مصوره لها الكواليس، ولاحظنا حتى مكتوب كومنت ان الوالد الله يحفظه كان خايف عليك من هذا المشهد، وام حاتي الربط عدل والثبات والامور هذه كان يحرص عليها. اي والله نتكلم المشهد هذا على كثر التخوف اللي هل شلون هذه المرأة، مثلا المرأة الكويتية اللي راح شلون راح تتعاقب، ولكن بما ان احنا قاعدين نقول قصة فكان كل شيء ماشي على حسب الأصول وبطريقة صحيحة. أذن البنت خذوا عنها أن موضوع ساحرة، فأبو عبد العزيز الله يهديه، أنا لا تأخذون شيء قدامي في أبوي. فكان الموضوع أن العصاية كانت صج، يعني اسم الحبايب، يعني الكاست اللي خلف الكواليس، الجنود اللي ما يقصرون معانا بولا شيء، فكانوا نشوف الكواليس معك. علوم والله الكواليس كانت. فأبوي مثل كل مشهد يكون في مثلا يا زار يقول لا تقمصين وتطبين في النار، انا ما ادري ليش ابوي ماخذ هالفكره عني يا ابو عبد الله، ما ادري ليش. يا يبا لا تقمصين، دوري يلوى يبكي ويدعي لي، زين يبا خلاص لا تسوي كذي، انا تخنقني العبره. واذا ما كنت خايفه يعني انا بداوي العمل، يعني انا ما احاتي ابو عبد الله نفس يعني الشيء. يمكن قاعد نشوف هني المشهد لما يعني اللي خلاص لما نعلقوش اي والله قرا علي ما ادري ايش سوى فيني هني ابوي. حتى لو كان مشهد تمثيل ترى ما في ابو بده يشوف هذا المشهد يعني بالنهايه. بالضبط اي انا امي بتبكي، يعني امي من شنو المشهد اللي مشهد اللي انا ابو عبد الله اللي قبل شوي مو سويت شيء، زين شنو صار؟ ما قال شيء، ما بيك تطلعين كذي. طبعا الامهات اللي عندهم الفكر القديم فعبالهم انه لا تسوين هالشيء يحوشك ايج، فما راح يجيني لا تحاتين. وني يعني خذونا بلقاء 16 رمضان الحمد لله وكل العافيه. فهني محاتات امانه، مش بس الوالد، ابو فهد يحاتي فنانينه يخاف عليهم. ليه قدام في اشياء حق ابو عبد الله، تذكر ابو عبد الله مشاهد لو ان شاء الله نسوي وقفه، ابو عبد الله انت اوكي، حصه انت اوكي. صحيح. يعني على كثر ما يمكن احنا اللي عندنا هذا اللي يلا. اذا انت ما تخوفتي من هاللقطات انا او هالمشهد؟ يعني ما خفت، ما ادري ليش فيني هذا اللي داخل، ما ادري مو ما يسمونها فزع، بس انا مينونه يعني ليه خذيت الكاركتر، ابي يعني اقدمه باحسن صوره بالافضل. تدرون يعني مثلا ما وصلنا الى يعني مرحله النضج اللي موجود في هوليوود انه والله دوبلير عشان يسوي لك شيء وكذي، وانا الحمد لله يا رب العالمين الله معطيني هذه القدره وهذا حتى لو كان الخوف ما راح يبين. بس على فكره لو تعيدون المشهد اللي انعرض راح تشوفون جسمي كله كان يرجف. المشهد اصلا يحتاج ان انت جسمك يرجف. اي عموما وكان هذه وكانت هذه الشيشة، وابوي لا تزنطونها عدا خوفكم لا يطيح، فكان في سيفتي. في امور ممكن ما صح. تحصل يعني حوادث ممكن تحصل في مثل هذا النوع من المشاهد، فبالعكس بالنسبه لي ممتعه يعني بشخصيه مريم ممتعه. صحيح.